إذن مشاهدينا ومتابعي قناة فايس بريس، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس على المدينة العلمية للمملكة، العاصمة العلمية للمملكة. مشاهدينا الكرام، كتوجدوا بحديقة هنا بمدينة فاس، هي مجموعة حدائق كما يسمونها حدائق الأندلس اللي تم الافتتاح ديالها اليوم. مشاهدينا الكرام، كي كتشوفوا كنشوفوا هذا مولود جديد كي قلنا مشاهدينا الكرام بمدينه فاس، كنتواجدوا بطريق مكناس من هنايا، طريق مكناس. هذه حديقه هنايا باش يجيو الناس يشوفوا هذه الجماليه، يشوفوا باش يلعبوا، فين يلعبوا وليداتهم. غادي نحاول ندير لكم واحد الجوله باش تعرفوا بالضبط شنو في هذا الحديقه. هذا متنفس جديد هنا بمدينه العلميه. مشاهدينا الكرام، اليوم تم الافتتاح ديالها، هاو شوفوا فين داروا الوليدات، فين يلعبوا. كنتمنىكم انكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش، لان الوليدات كيقنطوا والعائلات ما بقاوش كيعرفوا فين يمشيو يديو وليداتهم يفوجوا هنا، بحكم ان هاد الحديقه هذه راها قريبه الملاعب السعديين، كتفتتح حسب المعلومه اللي قالوا لنا الناس هنا انها كتفتتح من 8 ديال الصباح ل 8 ديال الليل. غادي نحاول ما امكن نقربوكم من شنو هما المسائل ديال الترفيه ديال الوليدات هنايا، شنو هما دايرين لهم هنا، فين كيطيشوا انتم كتشوفوا، دير لهم فين كينقزوا كيلعبوا الوليدات هنايا هما. نحاولوا، كنتمنى بصراحه هذه رساله للساكنه انهم يحافظوا على هاد الحويجات هادو، يحافظوا على هاد النظافه اللي كنشوفوها دابا، لان كنشوفوا بعض شي حدائق كيتصوبوا، ولكن للاسف ما كيحافظوش عليهم لا الساكنه ولا حتى التتبع ديالهم من خلال المسؤولين ديال الحدائق ولا ديال الترفيه. كنتمنوا كتشوفوا هاد الوليدات هما بالدار انهم دايرين لهم فين يلعبوا، فين كنحاول ما الوليدات ما نشدلهمش وجههم. يعني هاد المسائل بحال هادو حنا اللي خصنا نحافظوا عليهم، بلا ما عاد يقولوا لنا الناس حافظوا عليهم ولا يقولوا لنا، يعني هاد الوليدات هاد بالمجان حدائق هادو باش نعرفوكم انهم بالمجان من 8 ديال الصباح، كيقالوا لنا من 8 ديال الصباح حتى ل 8 ديال الليل. كيفين يجلسوا الناس كي كتشوفوا الكريسيات هما فين يجلسوا، فين يلعبوا الوليدات ها هما هادو. نحاولوا ما امكن بالنسبه ان فين ها فين يحفظوا الدراري. كتشوفوا يعني كاينه واحد اللمسه اللي كنتمنى المحافظه عليها هنا، الناس اللي عايشين وما يلحوش الزبل يخليوا البليصه فين كيجلسوا يخليوها نقيقيه. كتشوفوا الخصا يعني كاين واحد الجماليه، وكاين واحد المجهود اللي تندال الحمد لله بعدا، لان في الدخله ديال فاس بعدا كاين واحد الحاجه اللي هي زوينه لحد الساعه مازال كنقولوا. كنتمنوا صادقين باش هذا الشيء يبقى في هذه الجماليه ديالها ويبقى هذا الشيء زوين هكا. كنشوفوا العمال مازالين يعني كيكملوا الاشغال اللي بقات ما تسمت. هنا دايرين الدراري فين يحفظوا باش تكون الشمس الشارقه، يعني فين تدرقهم الشمس. ومازال البلايص فين يلعبوا الدراري ماشي غير ديك البلايصات. حنا غادي نشوفوا، غادي نزيدوا ما امكن اننا نحاولوا ما امكن نضربوا هذه خصة الاولى. كنشوفوا كاين ثلاثه ديال الخصات بحسب ما بانوا لي من هنا، يعني هذيك الصغيره ما نحسبوهاش، نحسبوها الكبار في هذا الشكل. هذه كاينين ثلاثه ديال الخصات، ماد ما كانت الخصه ديال ملعب الخيل، هذيك الخصه بصراحه هي اللي تهملت شي شويه، اللي كيساهم فيها حتى الساكنين ديال مدينه فاس من خلال حتى ما كيحافظوش على هاد الشيء ديال اللعب. ولا مثلا حاشاكم الطريوت ديال الزبل كتلقاهم مهرسين، الكراسه كتلقاهم مقلعين، يعني ما بلا ما كنظن هاد الشيء فاش كنحافظوا عليه، راه كنحافظوا عليه لريوسنا. ما اللي صوبوا وداروا راه مشى فحاله، يعني فاش كيتندار حنا اللي خصنا نحافظوا عليه. نشوفوا شي وليد كيهرس نقول له هدا وليدي خلي داك الشيء هكاك، كنتنصحوا بعضياتنا ماشي كنعاتبوا بعضياتنا، ولكن فكنتمناو هاد الشيء يبقى هكا بصراحة الله. كنتمناو ان بحال هاد الشيء يبقى هكا. هاد الشيء هانتوما كتشوفوا الوليدات كيلعبوا، فين يطيشوا الوليدات فين يلعبوا. صراحة بادرة طيبة ومستحسنة
الوليدات فين كينقصوا فين كيلعبوا مطيشات ديالهم، الناس جايبين وليداتهم، ها هما دو هناك الناس جايبين وليداتهم كيلعبوا. كنتمنى السلام عليكم. خدام انا العزيز الطاوله خويا، ممكنش كلمه بخير تفتح هذا النهار كاين شفنا الناس عجبهم، عجبتهم هذا الزريده زوينه صوبوا عجبهم يعني الناس بالاخص قريب الاحياء الشعبيه ضروري عند العين قادوس الفاش جديد الباب يعني تبان الناس اللي بغاو يجيبوا ولاداتهم لهنايا الامور مزيانه امور مزيانه باش تنصح الناس اللي كيجيو يحافظوا على النظافه ويحافظوا على الالعاب هذو اللي هنايا باش يبقى لهم هذا الشيء زوين، لان هذا المسؤول اللي دار هذا الشيء ما داروش لراسهم داروا للشعب باش يحافظوا على هذا الشيء هذا. شكرا اخي هذا كي سمعتي، وهذا احد الناس اللي خدامين هنا قال الناس يجيو يحافظوا على هذا الشيء. حنا فعلا كنقولوا غير الحقيقه يعني باش كي اللي مول الفكره ديال الالعاب ديال الوليدات هنايا تندار مزيانه ما قلناش، ولكن حنا خصنا نحافظوا بلا ما يقول لنا شي واحد حافظوا على هذا الشيء ولا. السلام عليكم شريف بخير ملا، ممكن تقول لنا شي كلمه؟ كيفاش جاتك هذه الزرده؟ مزيانه مزيانه غادي لا مزيان الوليدات ولا لا الوليدات شفتي الوليدات هنايا عجبهم الحال مزيان ايوا لا قريب عليا انت كتسكن هنا قريب ساكن في واد فاش كتسمي جد بعدي عجبها قريبه لك تجي ايوا جينا نشوفو ناخذ راحتنا هنا مزيانه هذه احسن لا مزيانه ايوا مزيانه الا حافظوا عليها هذه تقول السكادره ديال مدينه فاس ايوا الله يهديهم هادشي ما نحبوش يبقى هادشي رقيقي هكا احسن هادشي اللي كاين هادشي مزيان ورقيقي لا مزيان ما عمرهاش لا شكرا الشريف. هذا احد الساكنين ديال المنطقه ديال واد فاس كي كتشوفوا هادو هذا راه اللي كنطمعوا عليه اللي كتشوفوا هذا راه طابي يعني واخا يطيح الوليدات انا ما كنتش كنت كنظن سيما ولكن هذا اللي كتشوفوا يعني واخا يطيح الوليدات سبحان الله انا انتبهت له طابي واخا يعني يكونوا كينقزوا الوليدات هنايا ويطيح في هذه البلاصه اللي كتشوفوها فيها الاحمر وفيها يا يعني طابي واخا يطيح ما يوقع له والو. ها انتم كتشوفوا هذا اللعيبات فين كيلعبوا الدراري هذا راه طابي هذا اللي كتشوفوا في الارض غير باش الناس باش واخا يجي الولد ويطيح ما يتقصحش ديال البلاستيك كي بومبي فهمتي مزيان الحمد لله. فين نجلس الوليدات راه قلنا خاصه الثانيه راه فين هي والثالثه راها في المدخل لهيه يعني ما مزيان لحد الساعه الا بقات الامور غادي بهذه النظافه هذه وحنا كنحافظوا على هذا الشيء بهذا النقاء هكا الامور غتكون مزيانه الامور غتكون مزيانه. قبل لا نوصلوا لواحد المعلمه اللي هي تاريخيه غادي نحاولوا ما امكن اننا نقربكم ليها نخليكم واحد تشوفوا الجماليه ديال هذا الجرده كتشوفوها خصها هي هذه بالزليج البلدي المغربي الاصيل الفاسي وتحيه للصناع التقليديين. السلام عليكم الله يعاون الشريف الله يعاون وتحيه للصناع التقليديين وتحيه للزليجيه والانامل الذهبيه ديال مدينه فاس كي كتشوفوا ضروري كتلقى فين ما مشيتي كتلقى اللمسه ديال الزليج البلدي والرونق التحفه الفنيه ديال ولاد فاس. وتحيه خالصه للصناع التقليديين بجميع ارباع المملكه ولا ربوع المملكه مشاهدينا الكرام. شي كتقربوا للزليج البلدي كتشوف واحد الزخرفه اللي هي فنيه اللي سبحان الله ما كاينه غير عند المغاربه. وتحيه للصناع التقليديين المغاربه نشوفوا حتى هنا كتشوفوا الزليج البلدي مع هاد الخصه والوليدات كيتريضوا كنشوفوا الوليدات ها الوليدات كيتريضوا بالصحه والراحه بالصحه كيتريضوا في هاد الجريضه بالصحة والراحة بالصحة والراحة. ها يعني الجريدة هي الجنيب ولات كيتريضوا بصحتهم وراحتهم. هذا مولود جديد متنفس جديد هنا بالعاصمة العلمية للمملكة مشاهدينا الكرام. كنتمناو صراحة لهذه المدينة الغالية العزيزة على قلوبنا كل خير. كنتمناو هذا الشيء يكون منه بزاف يكونوا مسائل ديال الترفيه وبالدرجة الأولى مسائل ديال ولا مشاريع فين الشباب ديالنا اللي يشتغلوا. نحاولوا ما امكن مشاهدينا الكرام نقربوا من المعلمه هذه كي شفتوا مشاهدينا الكرام
هذه ذكرى من ذكريات الايام الجميله، ايام الثمانينات والتسعينات. هذه كانت كنا كنديروا فيها هذيك هذا السواري، هذو اللي كتشوفوهم تشوفوهم هذو كتنداروا في العرس ديال الاميره لالا حسنة، وكانوا في عيد العرش 3 مارس ديال المرحوم الحسن الثاني رحمه الله عليه، هذو كانوا تنداروا. وبقاو خلاوهم حافظوا على هاد السواري لان عندهم سنين هنا في هاد البلاصه، هذه هاد البلاصه هذه اللي كنظن ان ما خلاوها اتساعه الا ربما باش بقيت ندير هنا مهرجانات، لان شفنا كنظن هادشي اللي بان ليا انا ربما غيبقاو تنديروا في هاد التساعه هادي مهرجانات، لان دايرين الناس فين يوقفوا والكراسه ديالهم فين يجلسوا. هاد السواري اللي هضرت عليهم هما هادو خلاوهم داروا لهم بروجيكتورات، يعني هاد البلاصه هادي داروا لها بحال لاسين بحال منصه. ربما كنقول لك ربما حسب ما بان لي ربما يبقى يديروا هنا فولكلور، يديروا هنا شي مهرجانات ولا شي حاجه باش يبقاو الساكنه ديال مدينه فاس تحضر فيها. الا كان عايز يبدلها عيدوا لها شي حاجه اخرى الله اعلم. المهم هاد البلاصه هادي عاليه شويه، وهنايا كي شفتوا دايرين بحال كابانوات، ها هما دو دايرين بهاد هادي كلها. غادي نحاول ما امكن ندور لكم تشوفوا. يعني صراحة حديقة مزيانة، غير قلنا أن خص الحفاظ عليها بالدرجة الأولى من الساكنة، أو بالدرجة الثانية من تتبع الحاجة سد التصوب، الحاجة ما خداماش تصوب. نبغيو هاد الخصات يبقاو خدامين، باش غير الخصة تحبس من الماء نسمح فيها ونخليها تبر راسها، ولا شجرة مثلا غرسناها ماتت صافي الله يهنيها. يعني تتبع باش كتبقى ديما الجماليه. وديما كنتمناو صراحه كنتمناو كل خير كي قلنا لهاد المدينه العزيزه علينا. حنا في جوله داخل حدائق الاندلس، لهاد حدائق الاندلس الدخله ديال فاس على برتاق مكناس، يعني في جهه واد فاس، يعني هذه قريبه الناس واد فاس، الناس دعين قادوس، الناس حتى ديال مفتوح وربما غيطلعوا لها لان بحكم الطوبيس كيدوز من هنايا. كتشوفوا الناس ساقوا الخبر انها تفتحت اليوم، شفنا بزاف ديال العائلات جايبين وليداتهم، ها هما هادوم قبلتنا الناس، ما كنبغيش نبين لهم الوجوه ديالهم باش ما نحرجوا حد، ربما ما يبغيش ربما شي حاجه. لا بوبيل ها هي دي حشاكم، يعني كلشي لحد الساعه كيبان لي مزيان. الناس كيتريضوا اللي دازوا قبيله حدانا، ها هما بصحتكم وراحتكم بصحتكم. شو الشباب كيتريضوا مع راساتهم في هذه الحديقه هذه. كي قلنا انها كتحل من 8 ديال الصباح حتى ل 8 ديال النيس ديال الليل عفوا. فيها فين يلعبوا الدراري. اللي ما شفناش هنايا هما يعني الماء الصالح للشرب، واش كاين الناس اللي بغاو يشربوا ميها ولا شي حاجه، واش كاين فين يشربوا. لحد الساعه مازال كنقلبوا. الضوء شفنا التريات، ها هما دو المصابيح حتى هما ليد شفناهم. نقلبوا على الماء الصالح للشرب، ربما كنحاولوا ما امكن اننا نوريكم بالصوت والصوره حديقة أو مجموعة حدائق الأندلس. لحد الساعة مازال ما شفناش البلاكة ديال الاسم ديالها. الحارس هو اللي قال لنا أنهم مسمية حدائق الأندلس، اللي حسب ما معطيات اللي عندنا أن الصد ديال القطارات اللي وصلنا. العمال مازالين
يعني كاين شي كيقال الاخر كاين شي روتوشات مثلا تيوتيو ديال السقا كيشتيو راه كتسقى كان الله يرحمنا كتشوف الدنيا مغيمه الله يرحمنا برحمته الواسعه الله يعطينا الشيوع على قد النفع الناس بداو كيجيو هنايا كيجيبوا وليداتهم ربما فاش تحبس الناس ربما ما خرجوش حيت خايفين ربما الشتا وكاين شي شويه ديال البرد ربما فاش غادي هي تشرق الشميشه ويكون الجو زوين عاد تلقى الدنيا عامره هنا والوليدات فرحانين ومع كاين اتساع فين يلعبوا الوليدات فهمتيني الحمد لله ومشاهدينا الكرام كنقول لكم كنشكركم على المتابعه والى مباشر اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.